المرجعية خط أحمر، نعم شكرا. المرجعيات خطوط حمراء. شكرا. طبعا السيد محمد الشيرازي قدس الله نفسه زكي، من بعده جاء خلف أضاعوا هذا الخط الذي كان ينتمي إليه السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه. المرجعية خط أحمر، نعم شكرا. المرجعيات خطوط حمراء. شكرا. أبحث، ولكن أعزائي كونوا على ثقة، أينما وجدتم قاعدة قاعدة حتى مني قبل غيري، أينما وجدتم أن البحث خرج من طبيعته ومنهجه العلمي إلى التسقيط، إلى التكفير، إلى الاتهام في النوايا، إلى أنه خارج عن الملة، خارج عن المذهب، بمجرد أن لا تتفق معي فأنت ماذا؟ فأنت كذا وكذا وكذا وكذا. أعزائي هذه لغة العاجز علميا، وإلا لو كان صادقا وقادرا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا منطق القرآن، ونحن أبناء الدليل. أبناء الدليل أعزائي، ما تحتاج أن تتهم الآخر بأنه بيني وبين الله خارج عن الملة، ولاؤه ضعيف، براءته ضعيفة، هذا بيني وبين الله متأثر بالسياسة وذاك متأثر بالمال. أعزائي كما نحن هنا لن نتهم أحدا في النوايا، وإنما نكتشف المنهج العلمي من خلال تعامله مع الآخر.